شوف كمواطن مغربي راه فعلا تحرقنا باللهيب ديال الاسعار ديال المحروقات. فرافه ورحمه من هاد الناس هادو اللي ربما ناس عندهم فلوس ما كيتسوقوش هاد الزيادات لان الفلوس موجوده، ولكن الناس اللي عندهم 2000 درهم و 3000 درهم الشهر فبالله عليك انه واش يقدروا يعيشوا بهاد 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 اللهيب ديال المحروقات وديال ديال الاسعار. فالحكومه الحاليه الى ما استطاعتش انها تحمي هاد الشعب هذا وتدعمه، ففينا هو الدور ديال الحكومه؟ من حق الحكومه انها تدعم هذا الشعب من نار المحروقات وتوقف معاه. فإلا كانت فعلا انها كانت ازمه عالميه ديال المحروقات واخا، ولكن هذه سنتين وصل سعر البرميل 20 دولار، علاش ما هبطش الاثمنه ديال المازوت وليسانس؟ دابا طلعت بواحد الشكل صاروخي وكيقول لك هنا هذا الشيء جاي من برا، واخا الا كان جاي من برا اين هي الحكومه الحاليه باش تحمي هذا المواطن المغربي اللي عنده 2000 درهم و 3000 درهم في الشهر؟ فتواصلوا مع هاد الناس على الاقل، غير بانوا واسيهم، غير واسيهم وقفوا معاهم وصبروهم وطبطبوا عليهم، ماشي نشوفوكم بزاف الانتخابات ديروا الحملات في الانتخابات ووعدتونا بزاف ديال الحويجات زوينين، وقفوا معنا في الازمه الا كانت ازمه عالميه، وقفوا معنا دعمونا طبطبوا علينا، غير دووا معنا واسيونا. فحتى المواساه راه كتعاون الشعب، فماشي نسدوا علينا البيبان حتى اننا نناقشوا هذا الموضوع في البرلمان ناجلوه. ما نضرقوش، نواجهوا لاننا احنا الشعب يتفهم. شرحوا لنا شنو واقع، فالحكومه الا ما وقفاتش في جانب الشعب في هذا في هذا في هذا في هذا النار ديال الاسعار، فهذه اكبر حمله انتخابيه ممكن ديرها الحكومه الحاليه انها توقف بجانب هذا الشعب وتعاونوا وتدعموا بواحد مجموعه من الطرق. فلكتو بغيتوا ديروا حمله مدى الابد والناس يوقفوا معكم ويتفكروا هذا الجميل اللي غديروه، هو ماشي جميل، هو واجب انكم توقفوا معه وتدعموه، لان فعلا الناس ماتوا وتهلكوا وكيعانيوا بزاف من 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 لهيب الاسعار اللي طلع بزاف بزاف بزاف. فخفوا على هاد الناس، يجيب ربي من يخفف عليكم. بالنسبه ليا حنا مازال كنتسناو الوعود ديال الحكومه، فسمعت بان قال لك غادي نشوف واحد المفاجاه في الشهور الاولى، حنا كنتسناو هذه المفاجاه، ربي مازال ما سهلش علينا اننا نشوفوا هذه المفاجاه، مازال كنتسناو، مربعين يدينا كنتسناو، حنا في قاعه انتظار ننتظر ماذا ستفعله الحكومه لهذ الناس هادو اللي ربما تأزموا بزاف ومحتاجين لدعمهم. فدازت شهور منذ الولايه ديال هاد الحكومه هذه، مازال حنا كنتسناو نشوفوا اشنو غادي يوقع، لان فعلا طال انتظارنا وننتظر وعود ديال الحكومه. فقلتها بزاف المرات، الا كنتوا غادي تحققوا لنا غير 100% من ذوك الوعود، ها العار حققوا لنا غير 50% من ذوك الوعود اللي تقدمات، فغادي نكونوا فرحانين وناشطين ووقفوا معنا في الازمات، لان هادشي اللي خولوا لكم الدستور، فكاين واحد الصندوق كنحميو به الشعب، فحميونا الله يجازيكم بخير، لان فعلا الناس تقهروا من هاد الزيادات، وفعلا كننتظروا من هاد الحكومه انها تخفف علينا وتوقف معنا. بالنسبه للسوق، هو السوق شعله فيه العافيه، مطيشه دارت كرون، الفلفله دارت كرون، الزيت كيبان لك غير معلق، غير كتشوفه كدوز، المازوط ولاو كيقطروا لك كتشم، فإلا كنتي كدير المازوط ففعلا راه غير كتشم، لأن هذيك 100 درهم اللي كنتي كدير راه غير كتشمها، ما بقاش 100 درهم اللي كتعرف ديال المازوط. عشنا وشفنا المازوط ولا بحاله بحال ليسانس، فتقادوا الكتاف. فصراحة وصلنا لواحد المستوى اللي فعلا الحكومة المغربية خاصها تدخل وتعاوننا، لأن السوق فعلا ما بقاش سوقنا احنا ولا سوق الحكومة المغربية. فنتمنى الحكومة تدخل السوق وتتقدى وتشوف لهيب ديال الأسعار اللي كيعيشوا المواطن المغربي يوميا. فإلا كانوا وزراء ما كيعرفوش الأثمنة وما كيدخلوش السوق، فدخلوا تقداو وشوفوا أشنو واقع في هذا السوق، لأن السوق شعلة فيه العافية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.